مصطفى كي داير؟ الله يبارك فيك. بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك السي رشيد بارك الله فيك. انا مسبقا هضرت معك في رمضان نهار 27 وكنت عاقل عليا. رمضان نهار 27 جيت قرب العيد في العواشر. انا ما كنتش في العيد قرب العواشر في 27 اخويا. ثلاثة العيد شو تقريبا ثلاثة العيد ودارت معك فقلت لك ودي راه باغي نبوحو كذا قلت لي يعني ترى الحراج في الله عمره وكذا راه ما كنتش في رمضان ويتا فات رمضان فات رمضان بشي ربع ايام كذا وعيطت لك. اييه ما كاينش البوحان غير كنا مخصين كنا مخصين الفترة العيدية كنا مخصين الفترة العيدية. مرحبا بك رشيد اخويا. اه كي داير بخير ولا؟ الله يبارك فيك اخويا رشيد بارك الله فيك الله يعطيك الخير. انا عندي شي مشكلة عندي شي مشاكل في الزواج. شحال دابا عمرك اخويا رشيد؟ انا عمري زيد 96 باقي ما مجوش. باقي ما مجوش ان شاء الله بحول الله. باقي ما مجوج ما والو. عندك تقريبا واحد 37 عام تقريبا. عندي 37 عام زيد 76 شهر 3 نهار 3 في شهر 11. واش 79 ولا 77؟ لا 79 نهار 3 في شهر 11. مزيان اسيدي. ايوا انا كنت نعيش مع با نخدم معاه وكذا وتنعيش وهذا. في الاخر بغيت نتزوج معاه وكذا عندنا شويه في شويه عندنا مشاكل في الدار وكذا. كنت كتخدم في ديال الوالد؟ قول لي يا رشيد كنت كتخدم في ديال الوالد فلاحه؟ كنخدم مع الوالد. اييه كنت نخدم معاه وبغيت بغيت نتزوج وكذا. انا عندي مرت الوالد في الدار. كان مرت الوالد ما بغيت نبغي نتزوج تقول لي ما بغيتيش نتزوج بالعربيه تهربت. كيفاش ما بغيتكش تتزوج؟ عاود لي شوق بينك وبيناتها ما بغيتكش تتزوج. كاين حتى حاجه والو ما حتى نخدم وتندير خاف الى نتزوج وكذا من هنايا وفي الاخر ما زعما زعما خافت كلا تتزوج وترم ولادك زعما. وي خافت الى نتزوج ونمشي لشي بلاصه ولا ندير وكذا في الاخر تقول لي هي ما بغاتني نتزوج في الاخر طلبت باك لي شو جديد. اش كتقول لك هي؟ انا نبقى خدام معاك وكذا وهذا وكذا اعطيني واحد شويه في نبني انا واحد 100 متر وكذا نبني شويه. انا حتى نخدم معاه شويه فنشغل معاه فنخدم معاه في الفلاحه هكا شويه. الوالد راجل كبير. عندي واحد انت انا خدام قلت انا نقول لك الخدمه ديالي قاعد نهاري ماشي مشكل. قول اخويا رشيد. انا عاون في البعض. مزيان مزيان. هذا وزاره الداخليه. مزيان ايوا في الاخر كنتعاون معاه في الاخر بقيت نطلب فيه ونبوس في الراس ونطلب ونزاول تعقب عطاني واحد 100 متر. اييه. عقبتني واحد 100 بنيتها. اييه. ايوا كملتها بنيتها في نيتها. اييه. التندور باغي نتزوج. اييه. ايوا في الاخر تنقلب تندور 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 بقيت واحد الوحده بعيده مني واحد جوج كيلومتر. اييه. مشيت عيط واحد الدري اختي. معايا. ايوا قبل دخلنا شناها عجباتني لي الصراحه. عندها 23 عندها 23 سنه بغيتها ماشي مشكل. زواج ديال 16 عام و 17 ما عدينا ندير به. واخ. ايوا في الاخر ملي شفت فيها انت غدا خلي لي النمره ديال التليفون وغدا نعيط لك حتى انا شي مشكل. فين تلاقيتيها انت يا؟ سمعت ليها واحد السيد ومشيت ليها. نعيتك واحد السيد. ما عندي حتى شي علاقه. اييه وهذا السيد في كيفاش نعيتك ليها ما فهمتش علاش شنو الصله بينه وبينها هي؟ ها؟ شنو الصله بينه وبينها تنعيتك ليها؟ هذا السيد تقريبا هو تيعرفها. هو باغي يتزوج. راجل متزوج تيعرفها. واخ. بس ارسلني ليها مشيت شتها عجبتني قلت لها ودي شوف انا راه محصل الوضعيه ديالي راه كنعيش بوحدي وراه خدام عندي شي مهنده راه تكاينه وياك وراه بسكنتي وراه بكل شيء راك ما غادي عاد حتى شي واحد راه غير انا وياك. قالت لي صافي انت خلي النمره ديال التليفون راني غدا نعيط لك. عطيتها النمره ديال التليفون الغد الاخر عيطت لي عمر 12 ديال النهار. قالت لي فلان كذا من هنايا كذا داك الشيء اللي كان بيناتنا راه ما تلمنوش. اييه. قلت لها صافي ماشي مشكل ما فرطتش. اييه. ما فرطتش. داس من وراها ثاني واحد 10 ايام اخرى. بقيت تندور بقيت تندور ونقلب ما زاقيش. اييه. تندور ونقلب ما زاقيش دور 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 واجي عندي مؤخرا واحد السيد عندي قال لي اندرا واش لقيتي ولا باقي؟ قلت له ودي راه لقيت واحد السيده قالت له الضرب ما راه ما بغاتش. قال لي واش باغي تتزوج بالمعقول؟ قلت له وهي اللي واش انا تلعب؟ قلت انا بغيت نقعد في 40 سنه وتقول لي باغي ما باغي نتزوج. قال لي تمشي معايا نتزوج. قلت له نمشي معاك. قلت له عرف شي ناس؟ قال لي عرف شي ناس معقولين وكذا. يلا معايا. قلت له ولكن بشرط. اذا مشيت معاك الدريات لما يعودوا شي يعجبوني ولا شي حاجه ولا كذا
عندك يبقى فيك الحال ولا شي حاجه تقول لك تقول لي لا قريبا صاحب معاهم تعرفهم مزيان قلت لي عود انا ما يعجبونيش ونجيب حالاتي وتقول لي انا كحلت لي وجه مع دوك الناس وهذا وكذا قال لي عودوا بالله يا عودوا لك هضره ما كايناش عجبوك تبارك الله لا عجبوك راه نشوف حالاتنا زيد يلا يسخر يلا يسخر خرجت الموتور عنده تا هو موتور طلعنا وجينا لي طلع الطاويه ايه عيط هذوك الناس قال لي مودي واحد السيد راه كاين وهاك كاين يولي صافي جيبو ماشي مشكل عندو ثلاث دريات بناتهم ها بناتهما بنات عنده ثلاثة عنده واحدة عندها 18 عام هو خواتات ولا شنو وعنده عنده واحدة عندها 18 وعنده واحدة عندها 22 وواحدة عندها 24 هادو خواتات هادو خواتات زيد سيدي جابهم لي سيدي دخلنا قعدنا شربنا اتاي قعد معنا البو الدريات ناض هو مشى حيد طلع للدار الفوق جابهم بثلاثة كل واحد جايبة واحدة جايبة القهوة واحدة جايبة جايبة تاني الزيت وآتاي والأخرى تاني جايبة جايبة الشيخ دا دخلوا كلها تسلم عليه وتخرج شتهم ثلاثة ايه سلموا علي مشاو ايه عجبت دخل عندي البو قال لي أندرا عجبوك شي الدرية قلت لي ودي عجبتني الوسطانية ايه قال لي صافي حسنة السمية ديالها بحالك بلا بلا بسمية كاع بها هي صافي واخا ماشي ماشي انت ما كاين مشكل قولي على شوف انت قولي على راسك اللي بغيتي في الحوايج اللي كيتعلقوا بك ويكون شي واحد اخر بلا ما تقول لنا سميتو ولا شي حاجه اي صافي ما بغيتش انا السمية كاع ما نقولش السمية لا والو زيد اسيدي عجبني كي صايب الوسطانية قال لي صافي صافي ماشي مشكل ايه ناض عندها ناض مشى قال لها ودي راه الدري راه عجبك انت اه قالت لي صافي انا بغيتو اه ايوا خرجت برا داك السيد اللي كان مشيت انا وياه بقى معايا خرجنا قال لي امر قلت لي صافي الدري الوسطانية اللي شنا صافي نتفقوا عليها وصافي عجبت انا جيت من عندهم انا وياه جينا جيت للدار هنا انا في الاول مشيت انا وياه مديت لا با لا تا واحد لا تقول مشينا غير شنا ايه ايوا دارت واحد اليومين عيط لهم التليفون قلت لهم ودي راه غدا راه جانوا العائله عندي وكذا من هنايا باش نجيو نخطبوا ونزكيو غير صافي الله يسخر ايه ايوا صافي ايوا قلت مشيت طلعت قضيت الخطبه تغديت كلشي كلشي شفتو بيت معايا شي ناس بركه شي 8 ولا 10 بيتهم خطبنا زكينا لا تابع لا متول ايه نقول الطفله قالت لي ها ودي نمشي نشوف الدار فين بغيت نمشي ايه ما عيبش ما عيبش اها نقز بوها قال لا لا ما تمشيش ما تمشيش ما خسرك لي واش شريف وتي خليها قالت لي لا وعلم تيقول لها هو تقول لي تمشي تيقول لها هو لا ما تمشيش انا مو كان هرجع واش مو كان راسك تاع تنوالا اه حالك انا راه كنت متزوج بمك راسك تاع تنوالا والجور مقروطين عليا وشرب وشرب قطر عليا قال لي ما تمشيش ناقص انا قلت يا ربي طلبت قلت يا ربي ما خليها خلي تجي غير لهم هي ما تجي غير لهم وتشوف اه عجبت نطلب فيه بزاف باش خلى لهم ايه دارت معايا الغد الاخر عيطت لي قلت لها انت بلي تجي عيط لي التليفون تلقاك راه قلت الشامبي عندنا واحد 200 متر ديال البيست توفنا مزيانه ايه لا لا راه زوينه اجي جينا دخلنا من الشاطئ جات الطاكسي دخلتها جات شافت الدار مزيانه قالت لي بخير وعلى خير تحسن الوضعيه بخير ماشي خير بخاص الحمد لله ايوا مشيت عندها صافي غير شافت رجعت قالت لي ودي راه مشيت وراه شفت قالت لي راه الدري درويش وراه هذا وراه داكشي اللي بغينا راه صاب الطفل داكشي اللي بغيت لها راه صابتو ايه وصافي ايوا جبنا باللي عجبنا ثاني رجعنا تشاربنا شربنا الشرب ديال الجواج شنو واش شرط بينك وبينها ولا بينك وبين والديها؟ لا بيني وبين والديها زيد اسيدي شنو واش الشرط اللي كنتو تشرطوا عليه؟ عجبنا الشرط اللي شرط اللي شربنا قالت لي اش نديرو دابا اش نديرو في الصداق ما نديرو قلت لها شوفي دروك انا راه انا كل كلمة ساليش وخدام وكذا وانت ساكن حدا الخياطة ساكن حدا هذا عاد نعطيك 10 نعطيك مليون وكسي بنتك شتي لاش بتشريها وصافي والله يعاون قالت لي انا لا قالت لي لا ما بغاتش شي مليون قالت لي انا لا قلت لها لا اش قولي ما نعرف تعاود لي قالت لي شوف اسيدي انا ما نبهش ما نكسيها ما نصبطها ما نخيط لها حوايج ما والو قالت لي شوف من هنا اعطيني 5000 درهم ودي مرتك كسيها ولا تكسيها ولا شغلك انت وياها قلت لها شي مشكل تاع هذا نظار لا صافي واخ صافي الله يهنيك بلي ما تدهزيش انا هداز انا باغي ندهز قلت انا هذا تعرفيني حنت خدام وراك عارف الخدمه ديالنا حنا كي دايره بلا ما نقول ليك اييه ايوا في الاخر
زقينا بديك المياه ونجهز عليها والصراط على النادي قلت لها بلي ندير العقد راه عنديها معايا من عند العدول نكتب ونديها. قالوا لك ما كاينش. قال لي ماشي مشكل تدير قانونك دير عقدك وديها. ايه. قلت لي عيط الطفله عيط الطفله تا هي عيط ليها نحاوروا على هذا الشيء ماشي كنوصلوا العدول ونقول كتبوا تبيض لي تقول لي ما غادياش. ايه. عيطنا للطفله قلنا لها شوفي راه هدرنا وهدرنا وهدرنا قالت لك انا متفقه على هذا الشيء. ايه. بقيت مزيان بقيت صافي بالطرف يبقى داك الشيء مزيان. راني يا سيدي عجبنا بزقينا جيت حلافي صافي خرجنا جينا ملي جيت هنايا بس واحد النهار بديت تنسمع قالوا لي الناس هنايا جيراننا وكذا انا قال لك واش خطيت بنت فلان قلت لهم ويه قال لي هذيك الدرجه اللي خطبتي فيها وكذا راه كانت مع ولد فلان. ايوه اش تقولوا راه كانت مع ولد فلان انا صافي مرض كيفاش انا صافي مرض كيفاش هاد الديكور قال لي انت بقيت تنسول 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 لقيت داكشي لقيت داكشي صحيح لقيت داكشي مؤكد كاين صحيح وانت هذا اللي كانت معاه انت كتعرفو وتنعرفو ساكن حدانا ومشيتي هضرتي معاه وشوف وين راه عيط ليه وهضرت معاه انا ما بغيت عيط انا خليتهم سيمانه ما عيطت لهم خطرتهم الاربعه وتسنيت حتى الاربعة الجاية باش نتأكد ماشي تسابك نزرب أيه. خليت 8 ايام تتأكدت مزيان اه من اش تتأكدتي؟ بسمع ديك الهضرة هكاك كيفاش تتأكدتي؟ بقيت انا نسوى 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 ما جاوبتينيش كيفاش تأكدتي؟ عيطت لمو ايه عيطتي لمو مو طفلة اختي اه خوها واخد واخد اختي ايه قلت لي واش خبرتي في ديك بنت فلان؟ قلت لي هو هي قالت لي ودي بهاد الاتصال كانت مع ولدي قلت لها اش تقولي؟ قالت لي راه كانت مع ولدي قلت لها عطيني شي اوصاف ديال قالت لي انا راه مشيت للدار عندهم وكنت ندي ولدي وكان معاها وبحر فكي بزز باش فكيتو منها وكذا قلت لها عطيني شي اوصاف ديال الدار وديال الدريه وكذا عطاتني الاوصاف ديال الدار وديال والديها وديال السكنه وديال الفراش وديال التلفازه وديال الصلغه ديال الدار كل شيء قلت لها صافي هادشي كله هادشي كله كاين قالت لي هادشي صحيح ولا ما صحيح جابت ولدها جا عندي ولدها تا هوايا ولدها صاحبي تا هو تنعرفو مزيان قال لي تعالى جبت التليفون وراني تصاور. قلت لي مين في صفات حدا من عينيها. قال لي شد تصاور وكذا من هنايا صافي تحققت اتصال حيد عليا هادشي سكت صافي قال لي سير فك معاهم خسر عليهم كلمه واحده قول داكشي اللي كان بين داكشي اللي كان بيناتنا راه ما تنساوش. شكون اللي مشيتي قلتي لي هادشي؟ انا بغيت نعيط لهم التليفون بغيت نعيط لهم قلت لهم ودي داكشي اللي كان بيناتنا راه ما تلاش منه اييه ما تقدش نعيط لهم اها عجبت عيط لذاك السيد اللي مشى معايا اللي توسط لك اه وشوف المشكل اه وعيط لك السيد اللي كان معايا اللي داني وكذا تا هوايا السيد عيط لي قلت انا عندي دابا جي عندي اييه قلت له يا ودي تنقول لك هذوك الناس اللي مشينا خطبنا وكذا داكشي راه ما تلامنوش قال لي اش تقول؟ قلت له يا ودي داكشي راه ما تلامنوش كي قلتها لي قال لي انا كيفاش قلت لي دابا نعاود لك كيفاش مشى قالها للوليد اللي قال لي اللي قالها له مشى عند الوليد قال لي تعال قال لي ولدك راه داكشي اللي درناه وكذا من هنايا الشيء راه قال لك راه قال لي راه بيض عينو شي داكشي راه ما تلبغاش اه قال لي اش تقول قال لي مشي لي درك جا تيسول عليا جا عندي با جا عندي قال لي تعال قول لي سمعت شي هضره قول لي تعال صح ما تبغيتي لا قلت لي با راه ما تبغيتش ما شرحتيش لي علاش قال لي اش هو المشكل قلت لي المشكل ما مشكل كبير قلت لي مشكل كبير آه. قال لي يبا لا كحدانا انا كحالتي انا وجاهنا باليمين ما عمري باقي نقود معاك ما باقي نمشي معاك هذه وتوبة عمري قال لي شتي شي وحده ما عمرك قال لي باقي تحضرني ما عمرك باقي تعيط لي يبا علاش؟ علاش من هذا الشيء؟ قلت لي تبا توا ما طابش قلت لي تعال بغيت نتاكد مزيان تعال عندي قلت لي فلانه اللي خطبنا فيها راه كانت مع ولد فلانه وتيسكن حدانا ويلا تنعيشوا في المشاكل. اه. تنعيشوا في كويتي قلت لي شابه نتبع الريده ديالو كنت بلاك مزيان قلت لي كون ما كانش تيسكن حدايا هذاك السيد نجيبه على طاب رجليك. كون ما كانش حدايا. دابا بعيد مني ب 100 متر قلت لي بعيد مني 100 متر كندير انا بلي السيد بعيد مني 100 متر ولا نجيبه. قول لي المشكل. يلا قول. قال لي انت باش عرفتي هادشي كاين؟ قلت لي هادشي كاين صحيح بعيني وصافي مؤكد ما فيش الكذوب. انت ما قلتيش لي راه قال لك. لا انا ما قلتيش راه قال لي انا ما قلتيش راه قال لي. اه. ما قلت انا بغيت اختي وتقول لي كل شيء. اه. اختي تا هي بغيت تلقى تا الحال وكذا قلت لي اختي شوفي
سير عيط لك الطفل دوك وراه يوريك كل شيء وتشوفي وكذا. قلت هي عيط لك دري الطفل هو عاود ليها كل شيء. يا جا هذيك قالت لي لك كلام صحيح، قالت لي فك راسك فك راسك الحمد لله بلي ما درت حتى حاجه وكذا فك راسك. انا قلت السيد بلي عيط لي بلي مشى عند با وقال لي راه كاين وكان. قلت السيد هذا دوك الناس اللي لقيتينا بيهم عيط ليهم قول لهم ودي داك الولد اللي كان جا عندكم هذاك الشيء راه ما تلمنوش. قال لي انا يا كحلت لي وجهي ودرت لي وفعلت لي وتركت لي وكذا وانت ما تجوز وانت هذا وكحول الناس قالوا لي في الاول راه لديتيه راه يغدر بيك وراه هذا من هنا. قلت بالله قال لي الهضره بحالك قلت لي بالله قاعد دريتها هوايا هذا تا هو يشوف بعينه تا هو نضربوا الضربه القضيه تا هو ما تعيدتهاش واحد نفنطو اللي حتى انا شاف بعينه ما عادي ديني بقى مقلق عليا. زيد اسيد عيط عيط لذاك السيد ما بغاش يعيط لي يقول لهم ودي لك السيد ما بغاش يمشي عندهم قلت له هاك التليفون عيط لهم انا راه باغي نعيط لهم انا راه ما عندهم نحلش انا راه دقيقه ساكم السلام ونفك جرتي. انا احنا قلت ودي لك انا هو ما باغي نتفرج ما باغيش ما باغيش نتحدى باللي عيط لي هو قلت لي اللهم اللهم دخل بيناتنا اللهم فك الخيط ابيض ولا لا زيد اسيدي ايوا في الاخر اسيدي عمل لي ما بغيت يطيقش كذا حيط لك السيد قلت له تعالى عيط لك الولد قلت له جي عندي جي عندي راني مورط في واحد القضيه تعالى تعالى باش نخرج راسي من واحد الباب واسع. قلت عيط لي جا عنده قال لي قول لي هادشي اللي قال لي السي محمد راه كاين وكاين وكاين قال لي هي كله صحيح قال لي شركة جيت السيد قال لي انا راه هضرت معاه انا قال لي فعلا راك تيسير بعد منه وراه كاين وكاين وكاين. هو هاد السيد اللي كان معاها وتيقول لك بانه باقي معاها ربما ما بقاش معاها تيبقى غير ربما يعني افتراض ما دابا حنا راني غادي ونعاود لك عاد سمط ليا راني جايك حتى انا راني غادي معك رشيد هكاك عطيني الوقت عطيني خاطرك مرحبا هكاك راني خاطرك 12 عام تنبغي ندورك ما تيش الدياش مرحبا بك اخويا رشيد انا معك هكاك راه يا سيدي باللي عقب هذاك السيد يدا انا ما بغيتش واخا شاف واخا شاف واخا سمع واخا مازال ما شافش مازال ما شافش مازال ما شافش قال لك تيجي منك التليفون وراه وكذا وشاف قال لي تعالى شوف صافي بلي شاف هذاك السيد ما تلاش الدواء نهائيا بحال تشديه وتضرب به بعصا وسط الراس جزي عليه تضرب به ضربه قاديه صافي تنعن قاعد يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف حشمتي ولا ما حشمتيش قال لي صافي قال لي ما نعيط لهم ما نقول لهم ما نقرب لهم انا ابيك تشوف انا راه عمقهم بالعمليه الراسي ما راه نعطيهم انا باغي نكسر عليها والو الحمد لله بلي ما دراش العقد ما كاين حتى حاجه ايوا صافي دازت ديك 8 ايام لقيت انايا ديك 8 ايام وانا في 8 ايام وانا مرعرع وانا مريض وانا نخمم ما ناكل ما نشرب ما حتى حاجه ما والو علي تلاقى معايا مبارك مسعود نقول الله يبارك اللي تلاقى معايا مبارك مسعود الله يبارك فيك وانا حتى حاجه ما كاينه والو ونقدم مبارك مسعود وهذا حاجه ما كاينه وغادي هكاك في الاخر دازت واحد الاربعه نعيط ليهم عيط ليهم جاوبتني المراه فلانه بخير لاباس كي داير با كي داير العائله قلت لها بخير الله يطول في الخير كي داير انت كي داير راجلك كي دايرك الدريه قالت لي شي بس ما كاين قالت لي ما كنبقى تعيط انت ودير مع الخدمه وهذا وما نساليش وراك عارف ما كاين حتى شي مشكل دابا ام البنت اللي عيطت لك ام البنت انا اللي عيطت ليها انت اللي عيطت لها انا اللي عيطت لها جاوبتني الطفله وهي تعطي الام وانا نقول لها طفله انا سمحي لي راه ديرها مني قلت الصواب قلت لي ما كاين باس قلت لها ودي داك الشيء اللي كان بيناتنا راه ما تلمنوش اييه قلت لي اش تقول لا ودي داك الشيء اللي كان بيناتنا راه ما تلمنوش وانا نقطع على التليفون عقبوا هما عيطوا لهذاك السيد اللي لقانا يلا عيطوا ليه قالوا لي جي عندنا دابا جي عندنا جي عندي ذاك السيد قال لي عيط لي راه عيط ليهم قال لي راهما راه عيطوا لي باش نمشي عندهم كي سير عندهم سير عندهم كي انت ما تقول لهم حتى شي حاجه انت ما تقول لهم والو سير عندهم انت ما تقول حاجه قول لهم ما فرطكش صافي العروسه في الكرسي وما عارفه فوق يترسي اييه انت ما تقول لهم حتى شي حاجه سير عندهم قول لهم ما فرطكش مشي عندهم غير منادبه قال من هاد واحد الدار حنجاو وشافوا تحسن الوضعيه تاع داكشي اللي بغاو صابوه فتعش مع راجل بوحدو وظيفو بكل شيء اللي بخير وعلى خير ياك في الاخر اسيدي في الاخر من هاد هكاك اش هو المشكل ما بغاش يقول لهم صافي جا بحالاتهم
دازت واحد الربع ايام ولا خمس ايام يتعيط لي البنت. اها فلان كي داير لاباس هي عيطت لي بالبريفي شويه طلعت لي النمره وقطعت وهي فنعيط ليها وهي تجاوبني. اه قالت لي ما عرفتش شكون اللي معاك. قلت لها ما عرفتش شكون. قالت لي تاكد مزيان. قلت لها بحال شكيت في واحد الوحده ربما. قالت لي واش شاك ولا عرفتي؟ قلت لها انا شاك. ايه اختي ما متاكدش. قلت لها انا ايه شكيت ما متاكدش. وهي تقول لي اودي راه انا فلان فلان. اييه قلت لها ماشي مشكل. قلت لها اشنو هو المشكل دابا؟ قالت لي توعدني بلي انا ما تفرقت معاهم صافي لا تابعنا نفوتوا. هي قالت لي توعدني بلي انا راه ما هضرتش معاك. اها لان راه عمري ما هضرت معاك توعدني. قلت لها نوعدك. اها قلت لها تنال قلت لها بغيت نهضر معاك تنال توعديني. اها قالت لي داش؟ قلت لي توعديني بالحقيقة. نعم الحقيقة بغيت توعديني بالحقيقة بغيت نهضر معاك. واش قالت لك هي باللي زعما باللي هي هضرت معايا؟ اش قالت لي؟ اه قالت لي قول لي راه سمعت شي هضره وصلتني. قلت لي سمعت شي هضره واش بصح قلتي ليهم؟ بلي انا ما نقدرش نجيب وحده حنت واصلتهم الهضره راه قلت مرت هذاك اللي لقانا. اه عاود لمرتو مشات عاودت لهم كل شيء. يلاه راه هذاك اللي لقانا هو ما قالش يقول لهم وجا ومشى قالها لمرتو ومرتو مشات فرقت الخنشه كامله. يلاه كل شيء ساستو. اه تمك دريا من هضرت معايا. قالت لك واش بصح قلتي لهم ودي انا ما نقدرش نجيبها؟ قول لي بصح راه سمعت الهضره بصح قلتي لي امراه لا في التاج كون جبتها راه تعطل عليه من الشراجم تشير ليه. اها قلت لها اختي انا ما قلتش هكاك. قلت لهم انا قلت لهم قلت لهم انا ما نقدرش نجيب وحده كانت مع واحد تيسكن حدايا. قالت لي الدريه من حقك. اها بحالك. قالت لي من حقك. قلت لها هادشي كامل ما قلت لها قولي. قلت انا راه وعدتك هاد الهضره ما نقولهاش وانت راه وعدتيني تقولي لي شنو كاين. قالت لي سير انا كنت معاه. اها قلت لها ماشي مشكل ما بقاوش شي والو. وهاد الهضره كنت نفست. اه كنت في الاول قالت لي كتبنا العقد وتنفست هاد الهضره. قالت لي بلا ما تنطالقوا. قلت لها واخا كون سمعت انا هاد الهضره. قلت لها كاع وقلت لها ماشي نطالقوا باي وسيله. قلت لها ما نجيبكش. اها قلت لها ما نجيبكش وخا نمشي للمريخ. لا ما نجيبكش. لا ما يمكنش انا ندوز حياتي من عندي 40 عام ونزيد ندوز معاه 30 عام كلها في الشك كلها في المشاكل وساكن حدايا في واحد البلاصه في واحد البلاد ديالنا في واحد القطار هنايا زين فير ما مزيانه ساكن فيها. يجي هو تيفرش هو من دارهم تيجي على قوت الشجار والنخال تيريح وتقول لي مع الدار وراء الدار كاين شي يشوف فيها. خرجي عاد شطب لك بعصر ديال الماء. ونعود انا في الدين كرف ليك ونعود جينا من الخدمه مشيت للقياده ونجي تلقى قاعد لي هنايا مديوك قاعد لي انا نعود انا في المخا كاع ما يدوي معاها. قلت لهم انا كون كان شي دوار كون كان بعيد مني غير 6 كيلومتر فلا جا مشي دوار وجا عندي هنا راه عاد نعرفوا راه نقول هذا نعرفوا لا جا هو مش ساكن حداه. ما تقدر تقول لي حتى حاجه. ما تقدر تقول لي علاش جيتي لاش بغيتي لا والو راه هو ساكن حداه. البلاصه اللي كدوز منها كيدوز منها حتى هو. البصرين دوز مني دوز منها تاهوايا بس تهضر معايا قول سوق شغلك انا قاعد هنا اش بدير ليه؟ انا شاكي نعودو سامحين في الخدمه. نعودو الخدمه سامحين فيها خدمه ما خدمنا تغفرنا الله الذنوب نعودو سامحين فيها. والمراه تا هي ونسمحوا في المراه تا هي ونصافوا نمشيو نشرو القنب بربع عين ونشربوا جرو ونصافوا نتعلقوا بزيتونه. لا يضرك اودا السي رشيد. اي في المات ما عنديش انا محمق. اييه انا محمق وخايف يطلبوا كاع البطوات ما نديرها. انا مفطي. اه ايوا في الاخر صافي تفكينا لا تابع لا متبوع. عقب ديك المره ديك وصلت اختي ملي جات عندي قالت لي وليدي فكك الله. قالت لي في السير بحال فكك الله. قالت لي كان راه ولدي راه كان فعلا ولدي راه باغيها وتيموت عليها وكذا وتيمشي عندهم ومشينا وكذا. وقلت لها ودي سير. قالت لي بعد هذوك الناس انا من شوف اخويا مصطفى انا ما نكذبش عليك. هذوك الناس ولو انايا هربت منهم وكذا. هذوك الناس الله يعمرها دار. هذوك الناس انا على الصراحه انا تنقول الحقيقه. اي لان انت اصلا انت منهم وديالهم وفيهم وكتخدمهم انت راه من الناس اللي كتعرف الاحوال ديالهم. هذوك الناس اللي مشيت عندهم انا الصراحه الله يعمرها دار. وناس كبرايا. والسيد راجل اللي متقاعد صراحه. رجل اعمال رجل ولم بالمعقول وزعم الصراحه واحد الصوبيه وخا ندور تنعيا درك لحد الان انا اللي باقي مازال ما مجوش مازال باقي حاليا انا جايك. واخا ندور تنعيا
ما لقاش بحال باش بابقى فيه الحات يقول لي شوف وليدي راه راه كاين طبيب ولو كانت معاه وكذا راه كاين طبيب ديها الطيور ديها هذوك الناس راه ما تصيبش هذوك الناس راه ما تصيبش ضدهم وقت لي با كاينه هذوك الناس راه واخا نجري الجبل وطا راه ما نصيبش ضد هذوك الناس راه في الاول عاد يقولوا الولد ولدنا والبنت بنتنا وكل شيء الحمد لله ديالنا ولكن المشكل يا بنتينا من هاد المشكله فين 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 الرجل ديالنا تهرست لينا اييه من هذا المشكل قولوا له الوليد راه ماشي المشكل ديال الطبيب ولا ماشي طبيب راه المشكل هو من الحياه قلت له با عنك قلت له با تعال 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 با انا راه باغي منك الرضا ولكن المشكل راه ماشي المشكل ديال الطبيب ولا المشكل ديال الناس ولا هذا ولا قلت له المشكل كانت مع فلان وراه ربما كره باقه معاه وراه ما قدرتش با نجيبها راه ما كايناش هي الحمد لله كاين الخير والخير قال لك لا ما تلقايش ضديك النصوبيه وكذا وهذوك الناس رجاله وكذا وعائله زينه وعائله كذا قلت لي اللي عطى الله هو هذا شنو الواقع هو هذا اللي عطى الله هو الواقع اللي عطى الله هو ما دابا ما عندنا ما نديرو صافي بلا جبت هو عرف حقه وداروا فيه الناس وكذا قال لي واش تم ربني داروا فيه الناس صيفط لينا الناس وداروا فيه وكذا قال لي واش وين تمكلو واش تحمق صافي كون هكا بدا ما شاف ولا كان بدا مشك ولا كذا ولا ما كان تيسكن حداه ولا كذا ما كاين حتى شي مشكل لكن يكون بعيد مني انا من ترى ماشي شتي انت راه جا عند هو برجليه وكيقول لي كون كان بعيد مني كون كان بعيد مني كيلومتر بكيلومتر والله تنجيبها ولكن المشكل كان بعيد مني ب 60 متر الو انا معاك انا معاك الصراحه عجبنا صافي فكيت من هاد فكيت من هاد الجراق صافي لا تابع لا متبوع وصلنا في وصلنا في نص ديال رمضان وصلنا في نص ديال رمضان سيدي عجيب التندور تلقيت انه واحد السيد جا عندي نيت صوت لي واحد شهادة السكنة نعم وانا نجبد الو انا معاك السي رشيد انا راه تنسمعك جا عندي راه واحد شهادة السكنة وانا نقول له ودي قول لي قول لي واش عارف شي دريات ودي باغي نتزوج وكذا قال لي كاينين الدريات قال لي واش باقي ما نتزوجش يا ودي راه باقي انا راه عندي زواج راه دابا راه انت راه دابا قلت لي شي زواج شي تنقضي الغرض وكذا وما نعم ما تيسخرش الله سبحانه قال لي يا ودي راه كاينه واحد الدريه كيفاش هذا في عمرها لكن تقول لي عندها 16 ولا 17 كاين ديما ندير 16 عام تعريف كيبين وحد الدريات صغيرين ولا تبان لي البي قلت لي لا شوف لي من 20 لهي 20 22 23 وانا قلت هو قال لي يا ودي راه 23 24 قال لي اش بغيتيها وانا اللي عبرت لك كيفاش يديفو وما لا ما تجاوش على 16 عام وشوف المشكل قلت لي لا احنا ما نحكموش على كل شيء قلت لي لا لا كانت 20 18 اللي فايته السن ديال الجواز 18 عام ولا مزيانه ما فينا ما نبقاو نخلصوا في الصنادق وجري هاك ودير هاك نبقاو نكرسوا زيد اسيدي اللهم اللهم يكون السن ديال 18 عام قلت لي لحقوا هاد العدود كتبوا راقي انا سنين هنا ثلاثه نجوم نجوم مجاوجين من هاد العدود لا ما نمشيو لقسم الاسره خلص الصندوق خلص هذا سر هذه اللي تعطيك الوثاقه اللي تمشي لك داك الشيء ما بغيتوش انا نعرف قانون انا ما بغيتوش عرفت لي يا سيدي عاقب زق معايا قال لي راه كاين شي ناس مشي عندهم قولها لهم قلت لي صافي قلت شرا بقيت عندها 20 سنه قلت لي سير قولها لهم مشى قالها لهم قال لهم ودي راه واحد الولد راه كاين وكاين وكاين راه الله عمر هذا راني عارفو راه ما كاينش المزاح ما لاش لكم السيد هذا راه جيبو لكم انا راه ما راه ما كاينش ما كاين حتى شي مشكل حتى هادو ما بعيدش عليهم انت يا ولد قال لهم قالوا لي عيط ليه عيط لي بالتليفون قال لي واش بتجي عندك الناس قلت لي صافي نجي انا تنشوف الوقت تنشوف انا الوقت تمر عليا بسرعه الوقت تمر بسرعه قعدت خايف انايا اها في الاخر سيدي قال لي جاي ركبت على المرور عيطت لاختي قلت لها تمشي معايا لواحد البلاصه راه شفت واحد الدريه قالت لي فين قلت لها هو بعيده منا واحد جوج كيلومتر قالت لي عايط الراجل يقولها لي اها قول الراجل حتى انا ما عنديش وريده ما عندي حتى حاجه عندي صاحبي انا اي لا اله الا هو هادشي اللي كاين هو هذا عيط قالت لي عيط الراجل يقولها لي عيط الراجل ها جبت التليفون عيط ليه لا لا بس خليك لي خليك خليك تمشي معايا نروح واحد الدريه قال لي ياسين قلت له فات قال لي تنبعد وراه عندي كانت حنت درك في هادشي ديال هاد الزواج الا بديت نعرف تلقى فيه الحال قلنا حنايا تنعثر قديم ونديو كل شيء ايوه نكملوا من جيوبنا السيد لما كان عندوش يوكل نجيبوا ليه خرو نقول يذبحوا وكل هاك وكل البشر خاطر نقول يسخر الله لا اله الا هو انا لي سيدي عجبت عيط لي قلتها ليه قال لي حسين قلت له واحد جوج كيلومتر وكذا حنت راجلها معنف شويه واعر شويه اها ربا كل رجله ما قالتها لي اها قلت انا ما درتش انا اختي قلت لها ما درتش الصداع ما نديروش ليك حتى حاجه ديال الصداع ما بغيتهاش اها جبت التليفون عيط لي قلت له لا لا بس بخير وانت طيب خلي اختي تمشي معايا راه واحد الدريه وكذا قال لي حسين كيف واحد
هاد البلاصه وعارف الدوار بلا ما نقول في الدوار. اها انا انا فندور عبد مناطق قراويه أيه. ما تقدر تفهمهاش. اييه دينا ما تقدر عليها ما نكذب عليك. فندور انا عاد الدواور عاد الخشوشات. مازال الدواور شويه باقي الامل واحد شويه. ايوا راه يا سيدي عجب لي صافي سير قولها لها قول لها راه قال لك ادي لها التليفون. ديت لها التليفون عطيته لها قلت لها كيهضري مع راجلك هضرت معاه قال لها صافي سيري معاه. عافي مشينا. ايوا عيط لك في التليفون قلت لي فين كيهضر قال لك انا راه انا حدا واحد وحطها كنتسناك. سنيت هو بموتور ركب كداري بموتور مشينا هذوك الناس نعيط لهم فهادشي في رمضان. ايوا ايوا الناس اللي مشينا دخلنا قعدنا اين باها خوتها كذا دخلت البيت عندنا جات الدريه شتها شافتني صافي عجبتني بركه لا اسا بيه طيب أيه. البركه انا أيه. بغيت الغراض اللي قال واحد زيرة بدك تحر ايه ايوا في الاخر اسيدي قعدنا شتها شافتني كذا هنايا خرجت ما قلت ليهم ما قالوا لي اها وجاني داك السيد السيد بقى غادي معايا قال لي انا عجباتك قلت له صافي الله يجعل البركه قلت له الله يجعل قلت له انا عجبتني بغيتها يعني واش غنمشي نقولها لهم رجع قال لي ما ودي الولد الدري راه عجباتو اش تقولوا يعني يعني صافي واخا قال لي خلينا واحد ثلاث ايام خلينا ثلاث ايام ونشوف واش كاين اها ماشي مشكل ايه بقاو مع الدريه قالت لي شتي الدريه راه خدام وراه كذا باش تمشي تشوف السكنه هما قلت لهم انا كاع باش تشوفوا السكنه وتشوفوا المنطقه تشوفوا البلاصه وكذا وعارفين هذوك هما عارفين هذوك عارفوا البلاصه عارفين كل شيء. اي حيت الضواور راه مشيت يعرف شي. الو حيت الضواور مشيت يعرف شي. اي حيت انا بالنسبه لخدمتي كيعرفوني الناس بزاف. شيء طبيعي. انا شيء طبيعي انا كيعرفوني الناس بزاف معروف عالميا. معروف عالميا. في ديك المنطقه اللي انت فيها على كل حال في ديك المنطقه اللي فيها. ايوا صافي ارى يا سيدي واحد ثلاث ايام ردوا الاخبار قال لك راه هذا السيد اللي جابك راه نعيطوا ليه ماشي مشكل جيت انا اختي بحال هكا قالت لي قلت لك تي اندرا الدري شتيها قالت لي شتا قالت لي بركه لا وجا زوينين وشعرها رطب وكذا وهذا قلت لي زوينه ما بيهاش لا قبلت لينا كل شيء مزيان وخاطر الوضعيه ديالهم عيانين ساكن ما بحالهمش وكذا ما بحالهمش بزاف كاع اها ما بحالهمش ولكن دبر ماشي مش حنا بغينا الدريه اها راه شي واحد ما تيعطيش واحد شي حاجه وخا يكون قاعد ديالو وخا يكون قاعد ديالو راه ما غادي يعطيك اها اللهم عيش عمل فقير عنده كارو حاشاك وبغل ايوا راه يا سيدي دات واحد ثلاث ايام عطوا لي التليفون قالوا لي ها انت عيط داك السيد عيط ليه يجي بخطبته ويعرف بان هو راه خطب ونعرفوا بان احنا راه عطيناه واخا هذه واخا مزيانه هذه زينه ايوا مشيت تقضي الخطبه تقضيت كل شيء ما قلت لك واحد الا اختي مشيت انا واختي صافي اختي بوحدها اه وبديت تبغى زيتوش تنبعدو نديه اها باش كنديرو نديه انا خفت ثاني لو قلت لي شي مشكل ثاني ما تلقديش نديه بغيت نقضي الغراض يلقوا معايا الناس وعلى سلامتك وفي مبارك مسعود وانت بدلنا العرس وانت بدلنا ما ناكلو وانتم عاشوروا عاد نكتبوا العقلات اليوم مرحبا بكم الدار مفتوحه عليكم هادشي قلتي في المره الثانيه اللهم تبقى كاتم داك الشيء تاتي هادشي اللي قلت قال لي شوف هاد الاولى شي وقع لك الاولى بحالك هاد الخضره دير انت دير هادشي حسي نفسي اها حسي نفسي هادشي اللي قلت دربت انا درتو حسي نفسي ما كاينش اخبار اها هو سيدي مشيت قضيت الخطبه قضيت كل شيء خسرت واحد 40,000 خسرتها ثمار وشو تاع الحوايج وكراتون ديال السكر والحليب وكذا خسرتها دخلنا بها قعدنا هما في رمضان ما دير قال لك اودي كنا شي كنعرف الفطر قلت لهم اودي الله يهديكم راه ما عندكمش الله يهديكم صافي حلوه شبتوا الفطر كل فطر انا نجيب لكم نخسر لكم 40 ثم تخسروا 100,000 كل شيء خاسر سيروا بحالاتكم اها سيروا بحالاتكم ديروا حتى حاجه سيروا بحالاتكم ما انا نخمم لكم خموا لي سيروا بحالاتكم انا ما نجيب لكم انتم ما تجيبوا لي راه انا جاي نجيب لكم مباشره انا عندي عائله قد الكويت عندي ما نجيب لكم سيروا بحالاتكم ايوا ايوا في الاخر اسيدي مشينا دار الخطبه قعدنا دخلنا قعدنا شرطنا اش نديروا ما نديروا نديروا في الشرط انا بديت تنهضر اختي بدات تدوي تحكي سكتي شو قعدي حدايا وسكتي خليني من وراء عايط لخوتو وخواتاتو جمع لي البيت كامل اذا سكتي خليهم يدوي انا راه انت ما دوينا والو انا عاد نفرق عليهم الرمانه كل شيء عاد نسكتو انت قولي الله يسخر انت قولي الله يسخر وسكتي ايوا ايوا قعدنا اش نديرو ما نديرو قلت لهم الديار ديال الله سبحانه اييه داك الشاط راه ما خدامش بداو نشاطو ولا كذا ما حدا يبيعو يشرو في البقر
وما كاين لا شرط لا والو. عاد نعطيكم 400 الف فرانك وندهز على مرتي. ايه قالك سيدي الله يسخر. ايه كيولي خوتو قليله ما قليله لا راه قليله قلت لهم شوفوا ما قليله والو. قلت لهم راه كي تبيع السيد عافن تمشي كسا وصبطها وديها. انا نعطيك 400 الف فرانك يديرها في جيبو ونكسيها ثاني ب 100 الف اخرى ثاني دهاز ما تقدش 100 الف. ايه قالك انا راه بغيت ندير العرس وبغيت ندير هذا وكذا 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 شغلك هذاك. انا هذاك علاش ما سوقيش فيه ديال العرس ودير النقافه ولا الكاميرا ولا دير الاستديو كاع داك الشيء انا ما سوقيش انا ما نعرف انا عن عاد كون يجي مع الرجال نجي نتغدى معاه ونزيد في حالاتي. اه قال لك واخا ماشي مشكل. ايه عيط لي قلت لي شوف ها انت راه باللي باقي لي واحد شويه في الدار باقي لي واحد شويه تاع شي كوزينه وكذا وشو بيت الماء باقي بان لهم شي جليج وشي حاجه في لاموزي وكذا بنخسر عليهم واحد شويه باللي انا راه كثير باقي شويه مازال ما راسي في الدار باقي لي واحد شويه. ايه قلت لي بين كتبوا العقد وكذا قلت لي راه عندي معايا في السطر باش طيب لي الخدامه وكذا انا ما مساليش وطيب لي الخدامه وتقابل لي الخدامه نكون خدام وكذا. قال لي ابوها تا هو ابوها راجل قال لي ماشي مشكل قال لي هذا الشيء ماشي عيب دير عقدك وديها. اها قلت لي عيط عيطنا للطفل قلت له ما تيبك اش يقول لك انت مراضي على هادشي الطفله نشوفها ساكته انت واش مراضي ولا ما مراضياش. قالت لي كيفاش قلت لها راه بلي بغيت ندير لاغاد وكذا بغيت ندير لاغاد وهذا راه عندك معايا من عند عندك معايا من عند العدول للدار وطيح معايا واحد 20 يوم قبل با قالت بك توا راه مازال ما نساليش مازال قال لك مازال ما حاصلش مازال ما دارش ما والو بغات يدرس ويحصل باش يدير لك العرس ويدير لك هذا خلي باك تيسيع على خاطر وحنت رمضان داز رمضان ما في محظ وما درسوش مع الحراره. اه الناس خلاوه في الخلا كاع ما قربوش ليه كاع. ايه خلي باك تيدرس ويسالي ساعه من بعد واحد الشهر. أيه. ويجمع يكور راسو ويدير لك السي صدقه اللي بغى يدير لك الساعه اللي بغى يدير راه عاد نهزك ونديك عنده. اه قالت لي لا ما نمشيش. اه الله يلا بحالك دار فيا واحد الدوره خايبه قالت لي لا ما نمشيش. وراك حد دابا هذا الشيء ما اللي بدك دابا بدك فلانطيه ولا راه بدك بعقدي راه بدك بقانوني مالك لا غريبك عشوائيه ولا حد دابا بدك حد دابا البوادي القانون ديال بدك بعقدي. قلت لها حنت البلاصه فين ساكنه انت. انا ساكن على الشانطي. وانت قلت لها بعيده شويه بواحد 4 كيلومتر بيستا خائده. قلت لها انا جيتي معايا من البلاصه من دولا قد تجي معايا للدار بغيت نهزك للمدينه للعطاويه ونكسيك ونصبطك ونردك ونحط نخيط عليك الحوايج ونفصل عليك ما نبقاش غادي داخل الدوار غادي خارج جاي خارج غادي خارج لا ما يمكنش. اها قالت لي تسمعني كنسمعك السي رشيد هكا قالت لي لا قالت لي لا ما نمشيش ما نمشيش بحالك عيط لباها. قلت لي تعالى سي فلان تعالى عادي تجي يا ولد تعالى راه غادي مبيضة عينا راه كاينة شي حاجة هذا. قالت لها شنو تقولي انتي؟ قالت لها ملي قالت لك شنو تقولي في هذيك الناحية؟ قالت لي ما باغاش قالت لي ما باغا نتزوج. يلا بحالك اش تقولي؟ قالت لي ما باغا نتزوج. اه باها طاح مسكين عتيت مرمخ في وسط الدار قعد تيندب ولا طايح ويندب. اه ولا كتيندب لم ولا طايحة وتندب خوتها واحد هز واحد المشجالة هكا قال لها ما ضربت قال لها ما قتلت وقال لها ما ضربت على فرق وقال لها ما هرت لها راسها كاك ضربه خايبه سر الله تعالى. قال لها واش هادشي ديال الدري الصغار كاع هادشي اللي درنا وربع ايام هادي والسيد خسر وكذا وفي الاخر ذاك النهار بلي جا شاف وتشاورنا معاه وقلنا لك ها انت ها انت بغيتي السيد تشاوري معاه علاش نعطينا ثلاث ايام باش ما نوصلش هاد الحاله باش نعيطوا ليه يجي لا صدق بلي تشارطنا والسيد خسر خدمته وخسر كل شيء عرفتي تبيضي عين قلتي ما تبغيش. اه صاح بها ولا تيندب حتى انا قعدت لي كي تنوض حيت هذا الشيء ما تيبغيتوش انا كاع وتا بالنقص كاع من هاد الجواج اللي يجي منه كاع وتا صافي رد قال لك انا لا بوا فيه المعقول بوا الصراحه من رجل اعمال. صافي الاخر عاد تيندب عاد بويهبل في الاخر شفت بوا عاد تيدير هكاك شويه قالت لي با صافي با صافي با صافي اللي درتي الله يسخر با اللي درتي الله يسخر اللي درت هادشي اللي دربوا كاع ما هواش كاع هادشي اللي درنا من الصبح حنا نديرو ما درنا حتى حاجه. قلت راه درنا ولا تابع لا متبوع وكذا وشديت الاوراق وشديت الحاله المدنيه وشديت التصاور باش نصوب لك اوراقك اوراق باك ما يعرف ما يصايب قلت انا عاد نصوب لك اوراقك ورقيه عاد نمشي للملاحقه البلاصه وانا عارف كل شيء نقادو نصايبو معتادنا البلاصه فين نكتبو نطلعو بحال هادنا انا بغيت نهنيكم لا من الاوراق ولا من كل شيء بعد الاتساع بقاو ناعس طرف من الراحه. في الاخر عاد تقول لي با صافي درتي الله يسخر لي درتي الله يسخر لي درتي مع العيالات كذا من هنايا نهضت لواحد البيت تبعناها عندنا نديروا ذاك الجواج ديال الدري الصغير جواج طفل عنده 21 عام ماشي قصيره ولا صغيره تبارك الله رامره. قلت لها قولي تعالي خويا تعالي قولي واحد الكلمه من هنايا هاتي باك شي الحاله كي درتي العائله هنا كلها كي درتي ليها
إذا دوك شفنا جواج التكلف راه ما بغيتوش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجواج اللي يكون فيه التكلف ويكون فيه المشاكل راني أنا أصلا ما بغيتوش. أولا غير باغي ترضي الوالد ديالها حتى اللهم تحدق رضا هنا. أييه أييه قلت لها اللهم تحدق رضا هنايا. في الأخر قالت لي اللي ضرب الله يسخر. قلت لها حيدي اللي ضربك الله يسخرك واش طلعتي تتزوجي؟ جوج كلمات. قلت لي قلت لي ما بغيتش. عيط لاختي قلت لها تعالي. قلت لها اش ما فيش تقول؟ سمعت اختي خرج موتورك. خرجت موتوري خرجت برا. وقعدت تقول لي امها لا شنو هو المشكل؟ قولي لنا شنو هو المشكل؟ قولي لينا وين شنو هو المشكل؟ هاد السيد الله يعمرها دار وسكن بوحدو ما عنده بر ما عنده غلم ما عنده ارض ما عنده حتى حاجة تعيش انت وياه. قلت لها طيب لا طيبيش. قلت لها لا طيبين انت انا عشت وحده ديالي انا دار وصبني امي عنات وجات في الليل طيبين فين ما تما الدجاج وكرب خبزات. صافي لا طيبين حتى انت انا عشت وكلي وشربت حتى العجينه لا طيبيش. لا طيبين حتى العجينه والو حتى انا وياك الساعه ما كاين لا دراي لا والو مازال ما عندنا لا خواش انا واش لا تعجني كاع راه خبزه ولا جد قدنا ياكل لا. ايوا ايوا في الاخر اسيدي خرج موطي ما نسمي غادي بحالاتي وهي تقول لهم عيط صافي عيطوا لي عيطوا لي بغيت عيطوا لي عيطوا لي بغيت صافي بغيت عيطوا لي يلا. وانا تنقول عباد الله عمي انت تقول لي اختي ارجع نشوف ارجع 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 نشوف كيفاش الديكور يرجع. هذا الجواج ديال التحزار. هذا جواج ديال التحزار. شوف هو جواج ديال التحزار كذا شوف جواج ديال التحزار. قلت لهم انا واش جواج ديال التحزار هذا وراه جيت نقول لهم انا راه الجواج هذا راه جواج ديال تدبير عام والله يهديكم. رجعت عاد قلت لهم عيطوا عيطوا لي هاي هالعار عيطوا لي جاو عندي العيط كي جا ماضي مريت الموتور عيطوا لي علاش عيطوا لي رجعت قلت صافي سير انا اش بيت انا صدق الضوء داكشي صافي تقهرت والله الا تقهرت والله الا تقهرت حق الله العظيم لا تقهرت فعلا رجعت قلت صافي حيدا ليا تنشوف ثاني هاد الرجعه ثاني واش فيها الخير ولا فيها الاذى قمت رجعنا كيرجع لقيت مجموعه من العيات مجموعين عليها رجع لقيتها هادي اش تقولي دابا؟ عاجوا جاب التحزار هذا تنحزروا مازال ما كاين والو مشكله درنا شي حاجه قالت لي قالت لي صافي ما بغيتش اقسم لك يمينا بحال هيك صافي خرج خرج حقت لي حقت لي مزيان قلت لها شوفي وراه ملي تقولي ما بغيتش دروك وراه اللهم دروك قلت لها انا احسن تقوليها دروك ولا تنعود انا خاسر واحد جوج المليون ويعود باك خاسر لك في جوج المليون ضربينا بواحد ربعة المليون في هذاك ضربينا بواحد ربعة الملايين ومشيو نكتبوا العقد وفي الاخر تبيضي عينك وتقولي ما كتبت تمشيش بان انا بنجيبوها بالزز ما نجيبوهاش بالزز في الاخر عاد دير طلاق طلاق البناء ما بينا انا والو نطلقوها بتاع والو ندوزو بحالاتنا ونصدق انا هو الضحيه انا وبوها اللهم دارت لنا زينه فكتنا فكتنا باقي قريب يلا عجبت بعني بوها قلت لي شوف ها الشريف انا عندي قلت لي هادشي اللي شفت ليك هادشي اللي صيرت ليهم وشتو طيب سامح فضل رمضان ديرو نهديته ليك انا بغيت نديك على اجر وما ربانا يسخر الله شي وحده اخرى الله صافي الله يهني وقال لي باليمين لا شرباته ولا كاتو ولا لبساته باليمين لا شرباته بحالك باليمين لا شرباته باليمين تدي موانك دروك وقلت لي ربي الله يهنيك وانت تسيرش بعد منها شد الله يهنيك قال لي والو موانك تديهم دروك عجبت انا عجبت انا هربت عليهم ما نشدهمش الراجل بالانفه ديالو داكشي الراجل بالانفه ديالو واري الراجل الراجل مسكين وخا ما عنده حتى العشاء هكاك ولكن الناس خاف من اخره على مجوداته واري على مجوداته والله القسم له والله على مجوداته والله داكشي ما طمع فيه قال لي بلي بحال هكا قال لي هادشي اللي شفنا تاكلو تشربو قال لي تشرب السم شرب السم قال لي تشرب قال لي تشرب السم ولا تبعد مني تبعد مني هذيك الساعه عيط لامها عيط لخوتها بحال هكا يجمعهم عيط ليهم قال لهم تعالوا قال لامها قال لمرته تعالي لهاد الجيب قال لخواتاته وذاك وعمام وعمامها وكذا تعالوا تجمعهم ويقول لها البو شوفوا البو قال لهم شوفي قال لها شوفي من هنا باليمين وباليمين وباليمين وراني صايم وباقي شي واحد دخلي لهذا الدار ونكون ما نكونش ونسب خبار دخلتيه نجي نحرق راسي ونحرق العود ونحرقكم ونشوفكم العافيه ونداكم من هاد الدار نفضيوها قال انت نخرج لكم واحد الباب واسع قال لها انت الا جا عندك شي واحد دق بغا ياك ودوش عندكم شي طفل ولا هذا الا دق قولي راه مطلق بحال هكا تقول راه مراه مطلقه لا حول ولا قوه هذا البوت يقول البوت يقول للمراه قول لي ولا جاي دق عندك الناس قول لهم راه مراه مطلقه باش الناس مابقاوش يدخلوا عندنا للدار وصافي نخليوها سيدي نخليوها لا حول ولا قوه عجبت انا هربت خرجت برا ركبت على موطور زيد اختي جيت حالاتي دارت واحد ربع ايام هو يجيب لي هذاك الشيء كامل به باعوه ولا كالوه ولا الله اعلم هو يجيب لي واحد 2000 درهم. نعم. جاب لي 40000 مسكين.
قلت لها جيبها ليا. قلت لها في الاول كنت بغيتها راه نهز داك الشيء جتون هزون كاين راه ما بغيتوش. قال لي باليمين اليمين بقى لي. قال لي راه شوف قال لي راه ماشي انا راه ود الخير ولو ما عندي ثاني ود الخير والله لا بقى عندي. جاب لي 200 فرانة درتها في جيبي. قال لي سير الحاج الله يجيب لك ما احسن مني. وانت الله يجيب لك ما احسن منا. خلي الطفله. قال لي راه قال لي الطفله شنو المشكل ديالها؟ المشكل الطفله ديالها قال لي قال لي تقريبا فايت 120 واحد تجي وتدير لنا هذه الحاله هذه. قال لي ماشي انت الاول ولا الثاني ولا الرابع. قال لي هذه الحاله تقريبا 100 حاله هذه. هي تدير لنا هذه الحاله هذه ما عرفتش شنو هو المشكل ديالها. قال لك وانت نقول لك كذب لك شي واحد قوليه لينا. كذب لك شي واحد تبغي تتزوج بك راه لينا فينو. يلا هاري لينا احنا نفضيو هذا المشكل كامل. لك شي واحد تتزوج بك شي واحد ناكر عليك ولا كذب عليك وما عندوش اسيدي يعطيه لينا. اري الناس اللي لا يعطينا ما نعطيه احنا نكملوا من جيوبنا ونعطيه السكر ونعطيه كل شيء زيد ونعطيه فين يسكن معنا كاع جيبه لينا. تقول لهم انا ما عرفت واحد. انا ما عرفت واحد انا ما بغيت نتزوج انا ما بغيت نتزوج. راك تبعوني شي دراري من الله وراك ساعتي ما جيت حالات تبعوني شي دراري من الله تشوف دري سير الحالات. سير قال لك هذيك راه ما تتزوج كون اكيد كون اكيد راه ما تتزوج سير في حالاتك سير في حالاتك. صافي هنان الله داس واحد العشر داس واحد ثمانية سبع ايام ولا ست ايام هو جا عندك السيد اللي كان داني ياك. المرة الثانية. جا عندي قال لي يا ودي جا عندي قال لي اندرا اش جبتي اش جبتي درتي؟ قلت له باش باقي لك ما تنفس ما تحضرش قلت لك القصة كاع حضرتي قلت له حضرتي لك شي كامل. قلت لي انا كيفاش بندير؟ قلت لي انا مازال باقي مازال باقي قلت لي خاطري باقي ضارني باقي فين؟ قلت انا كرهت كاع من الجواج اللي جاي منه كاع قلت انا باقي مريض. قال لي راه مشيت عند دوك الناس وكذا راه مشيت عندهم قال لي كل شيء كي درت ليها الطفله قالت درت لك شيء درت ليها قالت لي راه مشايد عندها قال لي كون شي كي درت لها وعائلتها وهذا قالت لي يعاود لي هو قالت لي قالت لي شوف راه قلت لك راني ما بغيتش ما بغيتش ما بغيتش ما بغيتش تقول لك سيد لي لا كانوا. لا ناقص هو قال لها تي لي بغيك لهذا العام العام جاي قال لها شوفي واش بلي فلتي داك السيد قال لها والله لا سطي ضدو انا قلتها لك والله فلتي داك السيد والله لا سطي الله يسلمك اليمين وخا قال لها جري جبا وطرافي ضدك السيد الله يسلمك. قال لها ساري استني تيجو ساري تيجو الناس اللي عندهم الدار فيها 100 العيالات وستات الدراري وستين ديال البقار والغاليم وصالحي الكورطي وتحوشي وخارجه الدوري وهادشي اللي بغيت قال رزق لك انا هادشي ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها شي توفيق للخير. كنسمعك السي رشيد. أنا هذيك ما بقيتش نمشي لها كاع وخا تقلب الدنيا لا دراويها ما باقي نمشي لها. قلت لها هذيك أشمن الزواج هذاك زواج يدير الحبس هذاك كاع. الله يستر. والله يستر. الزواج الهدم الأليم. دابا أنت عشتي تماما أنت عشتي دابا هذه التجربة كلها ولكن للأسف يعني في هذا السن يعني أنت الإحساس ديالك اللي كتحس بأنه الحمد لله يعني ميسرة أمورك ماديا وبغيتي والنضج كاين ديال 39 عام 40 عام ولكن ديما كنتي كنتي كتصطدم بهذه المشاكل هذه اللي الخطبة الأولى والخطبة الثانية اللي عرفتي. أستاذ وأستاذ نعم أسيدي والله القسم والله طبعا تنهضر معاك مية تنهضر معاك دروك هنايا والله الا تنهضر معاك من زواتن من فوق الزوات من واحد الدار ديال الفصاق ديال الزواتن تنهضر معاك الحمد لله فضل من الله والله الا خارج من الدار بعد من الدار دابا مشيت 400 300 تنهضر معاك وغادي في الطريق والله حتى غادي في واحد التوفنا غادي ماشي ساقيه والقوادس وكتنهضر معاك القدام معنا تنهضر معاك وسط الزواتن وسط الصوت وغادي الخير القسام وجبراني يغوت ويجلم وكذا الخير والله ما تنهضر معاك في الدار الخير اخويا هذاك الخير الخير والله القسم تنهضر معاك لان دابا فين نقول لك انا المشكل دابا ولا عندي دابا المشكل دابا مشكل ما بقيت مشكل ما بقيت تنعس ما بقيتش ناكل دابا دوك الدار دوك هايا عندي دار عملاقه قداش هي وتصور تنبات في الخلا وما تنباتش فيها دار ما تنباتش فيها والله الا راه الدراري جاو عندي الدراري ولا الدوار هايا جاو عندي واحد سبعه الدراري بلي شاد لي التليفون في الخط خرجت برا خليتهم شي ثمانيه الدراري والله الا راه ناعسين فوق الصباح دروك ناعسين تما كيتصنطونيتهم راه طرقي الراجل كيتصنط ويلا شي ثمانيه الدراري انا قلت لهم ربي الله يباتهم معايا راه ما تنعسنا ما تنعسنا والو. كان عند واحد الطبيب البارح دخلت عنده مشيت عنده باش ندوز كره حكيت ليه كيف قلت لي ما تناكلش ما تناكل ما وتنضرب عضره اذا تنجوع ناكل شويه وزكى عليا الجوع وشويه ونجوع قال لي ما عندك العصاك ما تتعصب عندك العصاك قلت لي ما تعرف لا عندي لا العصاب ولا طانسيو ولا ما ليش عندك المشاكل قلت لي احنا قلت لي حياتي كلها مشاكل خدمتنا قلت لي كلها مشاكل وقلت لها قال لي شي مشاكل شي مشاكل ديال شي جواز واحد السن مفرط سن مفرط واحد السن ماشي نقولوا راه سنيت ولا لا
لا ما كنظن باللي 39 سنه 40 سنه يمكن تكون كمرحله محتاج فيها الانسان لابني حياته، ولكن ماشي انا ماشي عندي 39 عام. اش اللي خلاني خلي يديك اش خلاني تما تزوج خلاني تحسن الوضعيه شويه. اللهم اجل عادي 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 دار وخا تتاخر شويه في الجواز. الناس تمشي تخطب بعضهم تقول لهم شوفوا تقول لهم انا وخا تاخرت في الجواز واحد ربع سنين ولا ثلاث سنين اش اللي اخرني في الجواز؟ ما باغيش نكون انا والديا بنخلي والديا في الهنا ونخلي خوتي في الهنا وخواتاتي درت سكنتي بوحدي وماشي اللي وخرني. هو دابا دابا انت دابا كاين جوج ديال جوج ديال الاطراف ديال الشباب كاين الفكر ديال شي واحد تيقول لك اجي نبدا انا والمراه يعني خطوه بخطوه وتيقدروا يوصلوا لشي حاجه تيقدر الظروف تقدر تكون ضاغطه عليهم. انت دابا اختاريتي الاختيار الثاني تنكون واجد بعد على الاقل فين يمكن نجيب هذه المراه، ولكن ها انت للاسف خديتي هذه الطرقان بجوج ولكن اصطدمتي بهذا جوج ديال المتاعب اللي خلقوك شويه حتى ضيقوا عليك. اولا من جهه اولا انت بغيتي تكون انت حياتك بالشكل الملائم لانك كتشوف راسك الاقدر الحمد لله ماديا ونفسيا وعاطفيا وراجل وخامر في عقلك لانه وصلتي لواحد السن اللي مرحله تاع النضج، ولكن للاسف هادشي كله كان عائق. نتمنى من ربي سبحانه وتعالى خويا رشيدي يلطف بك دائما. انا غير حاجه واحده اللي نقدر نقولها لك كنصيحه اخويه، انا كنتمنى تعطي الفرصه لراسك فين يمكن شويه تاخذ راحه نفسيه راحه شويه بعيد على هاد القضيه ديال الزواج وعلى الاقل شويه يمكن تبعد على العمل لانه محتاج انت دابا واحد النوع من الاسترخاء النفسي من واحد الفتره شويه ديال الترويح على النفس اللي تقدر تخرجك شويه من هذه البوتقه المظلمه ديال لا الناس اللي مشيت عندهم وداك اللي جا كيقول لي وداك اللي توصل لي يعني انت خصك تخرج شويه من هذا الضغط في الحقيقه اللي انت فيه. والله خويا مصطفى دروك انا تصورت وقول الله يعلم دروك تصورت وقول الله يعلم. لا اله الا الله. اذا في الدار والله ما تنخرج تنصمت نجي من الخدمه عندي ونسد عليا نقدر الخطر نكون كاع جيعان ولا كذا والله العظيم تكال لي ونسد عليا بادي والناس وما تنبغيش نخرج لان المجتمع عندنا شويه عيان. حاول ما امكن. انا معك اخويا رشيد. لا تيقول لك ما بغى يتزوج وخدام وبسكنته ومحصل الوضعيه ديالو ماله ما بغى يتزوج. اشكرك الله يهديكم والله يهديكم والله ما تنقول الله يهديكم والله ما بغيت تنقعد مع الناس صور الناس في الاعراس وفي الحفلات والناس تيعيطوا لي وكذا والله ما تنبغي نمشي تنمشي نريح في الحفلات مع الناس وكنبغي نريح معاهم وفي الاخر اخويا تيندموك على النهار على النهار اللي قعدت فيه مالك ما بغيت تزوج كاين يقول لك وتاك صاحبي 100000 ونجوجوا وتا يلاه عطينا 100000 ونجوجوا وعطينا 40 ودي الله يهديكم راه ماشي هي بال 40 وبالمية ها؟ على مالها بال 40 وبالمية وي وحق الله تريح معاهم الكاس الطبايب والماكلة تيقول لي سيدي وعلى سي نعاونوا ب 100000 ونسقيه وعلى واحد الالف هاك واحد الالف ديري واحد الفاتحه هاك وهنا في الخلاني ما بقيتش نقعد مع الناس وما بقيتش نجمع معاهم وتنبعث التيساع والنعاس ما بقيت تنعش تصور ما تنعش تصور 24 ساعه تنعس فيها ساعتين ولا ما تنعسهاش ما تنعش بنهار دروك انا شوف بنهار الحراره دايره الحراره دابا 47 درجه 46 اللي كاينه ياك وما تنعش وبالليل بالليل قالوا لي مراكش تجاوزت ال 40 ولا الطاوله. انا تنهضر معك دروك تنهضر معك انا دابا تنهضر معك خارج المنطقه بعيد تنهضر معك وانت راه تصور الشجر ما تيتململش. واخا تما كاين السقا وكاين في العطاويه ودوك النواحي. كاين السقا وكاين الربيع والزيتون الخضار وكل شيء دابا انا كنا غادي هو الفاصه وفي الخضوريه وتضرب منها الصاد الحار تضرب من ديك الخضوريه تضرب منها العافيه الزرقاء شحال ربما تلقلق ايدها وتشعل في هذيك الفاصه خضراء. لا اله الا الله. وراه شوف الزيتون دابا شوف الزيتونه قاعد دابا الزيتونه شاد في العرج الزيتون وما تيتململش. ومسقي مزيان الزيتون. ومسقي مزيان هذا العام الزيتون موجود. الحمد لله الحمد لله. هاجوا هذاك الشيء ما غاديش نجيبوا شيء. شقنطار ديال الزيتون انا نجي واحد شي مرات ديال مراكش وانا البلاد عزيزه عليا هذيك هي البليده اللي كنمشي نرتاح انا عارف انايا ولا قال لي واحد جبت مع واحد الهضره قال لي هوايا قال لي منيت الهرده كذا قال لي واحد وما راه قال لي راه من زمران واش الكلمه صحيحه من زمران؟ يا هادشي اللي عطى الله هو هذا خويا انت من زمران الشرقيه ولا غربيه؟ الشرقيه ايوا غير قريب لينا هنا ايوا حنا راه من العطاويه انا مرحبا مرحبا انت ود البلاد الله يهديك مرحبا والله الا ود البلاد والله الا قال لي واحد والله ما طيقت واحد المعلم قال لي راه من زمران الحمد لله الحمد لله قلت له ودي راه تنعيط لي قلت له راه تنعيط لي باللي كانت دي قلوب مفتوحه تنعيط لي تقريبا من 2008 والله ما تيشد تندير بعض الخطرات عندي افيه ثلاثه سوع الاربع مرحبا تقول يا ربي تشد لي كاع ما نخلي ناس مرحبا نشاد مع الخط داك الشيء اللي في قلبك ونفرغ مرحبا خويا مرحبا ولا فين بحرف راحت قلبي ربما راه عندنا شويه ان شاء الله تعالى يا ربي الله يكون معك انا كنوعدك ان شاء الله اخويا مصطفى اخويا
وربي لما ادعها معايا الدعاء. يا ربي تكمل رجاك يا ربي يا كريم. وربي لما ادعها معايا الدعاء. الله يدير لك ان شاء الله من الضيق ان شاء الله فرج من عند الله سبحانه وتعالى. والله يرزقك متاع الدنيا والاخره اللي هي الزوجه الصالحه ولقاء الله. بعد دعاش معايا. ان شاء الله تعالى. انا نهار نتزوج لشي حدا نعيط ليك نقول لك اودي راه كاين وكاين. نفرح بك والله يا خويا تنفرح بك بالله ان شاء الله. والله العظيم هادشي اللي عاودت لك انا راه كله هادشي اللي عاودت لك انا راه كله من قلب الخالص. الله يكمل رجاك. ما في لا كذوب ما في لا كذوب انا راه قانون وما في لا كذوب لا حاجه لا والو. نعم اخويا رشيد. نعم. وعاودت لك من طقطقه السلام عليكم. الله يدير لك ان شاء الله الفرج من عنده ويمتعك بصحيحتك اخويا وعافيتك ويوريك كاع ان شاء الله الحاجه اللي تسرك فيك وفي وليداتك ان شاء الله تعالى يا ربي. امين يا رب العالمين. والله الله يجعلك ان شاء الله تكون مهدي ومرضي الوالدين ان شاء الله تعالى باذن الله. امين يا رب العالمين. باقي على الوالد والده ميته ما كاينهاش. ان شاء الله الله يشملها برحمه الله الواسعه وتكون ان شاء الله توفات وهي راضيه عليك ان شاء الله تعالى باذن الله. الله يكمل رجاك يا خويا. الله لا يخيب لك مسعى ودا السي رشيد. امين. وبقى عقل عليا مزيان بقى عقل عليا مزيان باش مره ونعيط لك. بقى عقل عليا. لا نعقل عليك اخويا رشيد. عقل راه عيط لك راه عيط لك في نهار الثاني نهار العيد عيط لك نهار العيد نهار العيد. اخويا رشيد اخويا رشيد عيط لك نهار العيد ما عقلتيش انت كنت تفرج فيك تعقل على بعض الحالات تقريبا راه كنعطيك بوجور. وي يلاه ديك الساعه دخلت يلاه يلاه بدينا كنحكي. راني عرف وي جيت من العمره وكذا راني عرف يلاه دخلتي وي راني عرف يلاه الذاكره عاوتاني تنعطيك 10 10 تنشوف انا بعض الحالات 50 6 وتعقل وتقول لهم الموضوع علاش وها كاين وها كاين تنقول شوف هذا الانسان طيب شوف تقول لهم انا راه مولي الله الصالحين. داك الشيء خويا رشيد باش قلت لك الله السيد هذا داك الشيء باش خويا رشيد قلت لك حاول شويه تعطي راسك عطله شويه ولو اجازه شويه تخرج تشوف شوف واحد الرفقه اخرى ناس اخرين اللي ما يفكروكش في هذا الشيء ناس اخرين اللي يعاودوا ان شاء الله يحلوا لك بباب. نعم اخويا هذا المشكل في البلاصه فين تخرج. انت خدام في واحد خدام في واحد البلاصه صغيره ما كينشوف ما كاينش فين تخرج 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 تبعد عاد 200 متر وبداو يعيطوا التليفونات وراه هذا هو المشكل. بغينا نخرجوا نقدروا نمشوا للدار البيضاء نقدروا نمشوا لمراكش نقدروا نمشوا للقلعه نقدروا نمشوا لدمنات نمشوا لأزود الله يرضي والله فين نمشيو ولكن شكون اللي خلاك وراك مكتوب وراك مكتوب. لا انا عارف 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 بصح دابا خاصه دابا تخرج والله اخويا مصطفى ما بقيت تخرج والله ما تقد خاصة دابا الظروف دابا اللي كتعيشها بلادنا في شهر 8 والاستحقاقات اللي جاية حتى هي دابا وداك الشيء الظروف شوية كان تطلب منكم جهد كبير انتم الناس اللي تتكلموا. ما زعما صح انا راه الصراحة راه شكون اللي نقول لك انا بزاف انا راه عارف انا راه عندي صحابي كنعرفهم انتم اللي تيشتغلوا في هذا المجال. تبارك كل شيء وتبارك كل شيء منا حنا تبارك كل شيء منا الحمد لله. الله يكمل رجاك اخويا والهلي ورينا فيك ما يضرك هذا السي رشيد. ايوا هادشي اللي كاين هو هذا وسمح لينا وخاطر شدينا شويه نخلي المستمعين شي يهضروا كذا وراه مره وانا حدا التليفون تيكون اوكيبي بزاف كنجي نعيط 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 كندير ربع تليفونات ونقعد نضحك. مرحبا خويا رشيد. مرحبا خويا رشيد نتمنى من ربي سبحانه وتعالى يرزقك الراحه سيدي ربي وخليتك اخويا فرحه الله سبحانه وتعالى. يلا سيدي بارك الله فيك في امان الله اخويا في امان الله. رشيد كان معنا من العطاويه هو الى جانب تله من الشباب ديالنا. شكرا رشيد. هو الى جانب تله من الشباب ديالنا اللي كاين الى حد ما هذا النوع من العسر في انتقاء الزوجه نظرا لبعض ربما هو طبعا كيف ما قلنا المقصد والاختيار ديالو كان رغبته الاكيده هو انه يحسن نفسه في هذا السن اللي فيه نضج بنت بليلو واللي فيه محقق واحد عدد ديال المكتسبات لحياته اللي كتقدر تاهله باش يصون مؤسسات الزواج ويشرف عليها ماديا ونفسيا وداك الشيء اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه من درايه وعرف. قال لي تجوج. الخطبه الاولانيه شفنا كيفاش طبيعة الحال قال باللي السيد اللي جا عنده حتى هي اللي تكلمات معاه من بعد وضحات له باللي راه كتربط علاقه بداك الشخص اللي جا عنده وهو شي تيبان طبعا نظرا للتفادي وتحاشي هذاك الامكانيه ديال يتصادم معاه ولا يبقى الشك ولا اي حاجه اللي ممكن تخترق حياتهم وتخليها تتعيش ضغوط انسحب ومشى في حالته وتوعدوا اللي توعدوا عليه بجوج. هو يسكت وهي تسكت صافي وهو يصافح ويكدم الغيظ ديالو ويمشي كيف ما هو. الزواج الثاني عرفنا كيفاش القضيه ديال التردد اللي كاين كان يكون حاصل من واحد على كل حال شابه ما قالش انه هو قاصر لانه عنده 21 سنه ولكن عنده هذا ما عرفش واش خوف ولا رهاب ولا عدم رغبه ولا عدم تاهيل نفسي ولا
ربما كاين حيتيات اخرى مخفيه يمكن احنا ما كنعرفوهاش في تفاصيل هذا الامر. هذا كل اللي خلاها هي انها تردد باش ترد بزاف الناس. ولاني هذا المستمع الكريم السي رشيد من العطاويه اللي عرفنا منه هو انه من بعد هادشي ضيقوا انه كيشوف باللي ربما هو شفتوا باللي الوقت كيمشي وعلاش بطبيعة الحال هو عنده هاد الإمكانات المادية اللي ولا هاد الإمكانات اللي تقدر تأهله على أنه يصون هاد المؤسسة الزواج ومنزوج شاي ويمكن ربما هذا إحساس كينتا بزاف الناس اللي تيقول مع راسه والإنسان مادام هو عنده هاد القدرة وما كينش زواج تيقول الإنسان تيقلب على كيفاش يميل الميل واخا يكون شوية متسرع بعض المرات أنه يكون عنده ديك الحاجة الاجتماعية لوجود زوجة حداه حيت وصل لهاد المرحلة من العمر يبغي يعيشها هو مازال قادر على انه يعيش مع الزوجه ديالو. هذا نوع من الضغط اللي كيمكن يعطي هذا النوع من التوتر ودرجه دابا المرض تيعطي كاع واحد النوع من الانطواء. حيت دابا الوضعيه ديال السي رشيد راه ماشي في وسط واحد العالم اللي صغير المحيط اللي داير به في وسط الناس اللي تيعرفهم راه تيعرفهم بالسميات وبالكنيات وشكون باه وشكون ولدو كاع الى عنده تيولي ولدك شي محدود ومعروف والناس اللي كيتلاقاو في وسط الجماعه ديال القبيله مثلا دائما كيعتقدوا باللي هو راه ماشي منهم حيت مازال ما تجوش ويشدوا فيه ولكن هما ما تيعرفوش بان السيد راه يعني شاق الطريق ديالو اختار الاختيار الاول وما كان شاي الاختيار الثاني وما كاين شاي ولكن تمنى حتى هو يعطي راسو فرصه فين شويه يطريد فين شويه من هاد جوج ديال التجربات يعاود يطريد شويه ويخرج من ذاك الضغط اللي هو عليه هو فيه. لكن بعض الاحيان كيف ما قال هو تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. هذا رشيد يمكن وضعية رشيد هي وضعية بزاف الشباب. من العطاوية كان معنا الحديث معه على أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة الأقرب إلى قلوب حضرتكم. كاين واحد العائلة جد طريق الله تعالى يكمل رجاهم السي عبد الرحيم رقاط والزوجة ديالو السيدة أبو عافية هند والوالد ديالو والحرى الولد سامي وما قابطين الطريق إن شاء الله ديال تيزنيت تتواصلوا معنا الله يديكم على خير إن شاء الله تعالى. وتحية كاع للساكنة ديال تيزنيت لأنه فيهم واحد التلة كبيرة من المتتبعين ديالنا واللي تنعزوه. احنا على أثير إذاعة أم أف أم الإذاعة الأقرب إلى قلوب حضراتكم ضمن هذا التواصل المتفاعل إيجابا و كل أصدقائنا الكرام وصديقاتنا الكريمات عبر رقمين هاتفيين موضوعين راه الإشارة ديالكم هاد الرقمين هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. ليلة الجمعة صباح السبت هو طبعاً الحال تواصلنا هذا اللي احنا فيه 16 يوليو